خلينا نروح لملف اخر، ويمكن هو الملف الاكثر يعني بحثا لو دخلت على جوجل وكتبت ايجيبت، الاثار المصريه القديمه، الاهرامات، ما زالت الاثار المصريه مليئه بالاسرار، الالغاز الفرعونيه مليئه بالاسرار، وخصوصا اهرامات الجيزه. اهرامات الجيزه دايما بتخلي الباحثين عندهم فضول ان هم يعرفوا اسرار هذه الاثار العظيمه. ويمكن مؤخرا كان في مجموعه من الباحثين اشتغلوا على فكره ماذا يخبئ ملوك مصر القديمه داخل اهراماتهم. يمكن احنا عارفين ان ملوك مصر القديمه كانوا بيعتقدوا في البعث، وكانوا بيعتقدوا في فكره انه هيبعثوا بممتلكاتهم والذهب اللي كان عندهم والحاجات دي كلها. لكن فعلا احنا بنسال نفسنا دايما ايه اللي بيبقى جوه الاهرامات، ايه جوه مقابر الملوك وقدماء المصريين. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور احمد عامر الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت وعلى الاستاذ مصطفى وعلى كل الساده المشاهدين. يعني ماذا يخبئ ملوك مصر القديمه داخل الاهرامات؟ هل في اجابه لهذا السؤال؟ هو الموضوع في كلام كتير جدا فيه، على اعتبار ان الاهرامات كانت تستخدم منذ يعني الاسره الثالثه من عهد الملك جوسر تحديدا في عمليات الدفن، وهي بمثابه كمقابر. ولكن احنا شفنا في يعني الملك جوسر مجموعته الهرميه بالتحديد، شفنا ان كان في اواني خصبيه، الحاجات اللي كان بيستخدمها الملك في العالم الاخر، على اعتبار ان الاهرامات طبعا احجامها كبيره جدا وتنوعت احجامها من يعني في الملك جوسر طبعا مش زي اهرامات الجيزه اللي هي هرم الملك خوفو وخيفرع ومين كورع. بالاضافه كمان كان عندنا اهرامات الملكات اللي هي طبعا كان كل ملك مثلا، عندنا الملكه حتشبسوت كمان كان لها هرم، الملكه نفرتاح كان لها ايضا هرم. ولكن بكل اسف كان في يعني اهرامات كثيره جدا تعرضت للنهب، ولكن هذه الاهرامات كانت بتحتوي على فخار، مجموعه من التوابيت، بعض ادوات الزينه الشخصيه المذهبه، بالاضافه كمان لمجموعه من الشارات الملكيه التي طبعا تميز يعني تميز هذه الشخصيات مع الاله في العالم السفلي اوزوريس. يعني هل هم كانوا بيعتقدوا في البعث بما هم عليه، يعني انه السيده تدفن بادوات الزينه بتاعتها، تعتقد ده كان سببه ايه؟ بص يا فندم، هو مصر القديم كان عنده حاجه اسمها عقيده البعث والخلود، وعندنا حاجه اسمها الثواب والعقاب. لذلك ان معظم يعني الملوك والملكات الذين كانوا يتم دفنهم كان يتم دفنهم مع مجموعه مماثله من الاشياء اللي كانوا بيستخدموها في الحياه الاخرى، على الرغم ان كان في كمان ان بعض يعني الملوك والملكات ايضا لم يتم دفنهم في الهرم نفسه، زي مثلا الملك حور، ولكن كان تقريبا يعني جسد الملك حور نفسه كان ملفوف بالكتان، ووضعت الاحشاء في اوعيه خاصه تسمى بالاواني الكانوبيه او الجرار الكانوبيه، وكان وجهه نفسه مغطى بقناع المومياء. اما مملكة يعني مقبره الملكه حتشبسوت والده الملك خوفو فهي اكثر تفصيلا بعض الشيء، لانها طبعا بنيت المقبره في الجيزه وكانت تحتوي على سرير وكرسيين مزينين بالذهب، بالاضافه ايضا الى ادوات فخاريه ونحاسيه مصغره. طبعا تم العثور ايضا على الجزء السفلي من الهرم اللي هو بتاع الملك نفسه سخم خت، وده طبعا كان موجود في سقاره، وكان برضه بيحتوي يعني مؤلف طبعا هذا يعني هذا الغرض من هذا الامر كان حمايه اللي حتى كتب الدنيا كانت غرضها تامين الخلود للمصر القديم. أيوة. وحمايه المقابر المصريه من اخترقها منذ عصور ما قبل التاريخ. وهنلاقي نفسنا ان التابوت الملك نفسه كان فارغ، لكن علماء الاثار نفسهم عثروا على 21 سوارا ذهبيا وعصا ذهبيه او صولجان كما يطلق عليه، واشياء اخرى مختلفه من المجوهرات الذهبيه في احد الممرات، بحين ان هذه المقنعات نفسها كانت تثير للاعجاب بالنسبه، لان طبعا يعني مصر القديم دايما كان بيهتم بمثل هذه الامور. صحيح. على اعتبار ان هو كان هيقوم بمثل هذه الاعمال البعث في الحياه الاخرى. صحيح صحيح. طيب استاذ احمد، يعني انا برضو عندي تساؤل دايما لما بشوف الهرم. الهرم مقبره وهناك مقابر كانت في حرم الهرم، يعني مقبره الملك توت عنخ امون الوحيده اللي نجت يعني من النهب على مدار السنوات كانت في صحيح في كانت في الاقصر، ولكن كان في ايضا مقابر كتير حوالين الهرم شفناها. ايه المواد الدفن او ايه القاسم المشترك ما بين هنا وما بين هنا؟ يعني ليه الملك كان يحط حاجته في مقبره وليه الملك كان يحط حاجته في هرم؟ ايه الفرق بين الاثنين؟
بما انهم هم اللي تم مقابر. طيب انا عايز اقول لحضرتك هي ديت بقى هنقف عندها حته شويه، لان الناس كتير مش عارفه تفرق بين عصر الدوله القديمه وعصر الدوله الحديثه. تمام. المصر القديم في الدوله القديمه كانت معظم ابنيته اهرامات بغرض الدفن، وعلى فكره الناس كتير ما تعرفش ان مصر فيها 126 هرم. كل الناس عارفه مثلا بتاع 10 اهرامات ده لو عرفوهم عددا يعني، ولكن هتلاحظك مصر فيها 126 هرم ما بين مكتمل وغير مكتمل. على سبيل المثال منطقه ابو رواش فيها هرم الملك جيري فرع اللي هو يعني ابن الملك خوفو، ده طبعا الهرم بتاعه مش كل دول دوله قديمه، كل دول دوله قديمه. هتلاقي الجبانه نفسها اللي هي بتمتد عن جبهه من ابو رواش بقى اللي عندك اهرامات الجيزه، عندك سقاره، عندك ابو صير، عندك ميترا هنا، ما كل دي فيها مقابر او فيها اهرامات بالتحديد. ولكن الاهرامات بالتحديد كانت خاصه بالملوك والملكات، لكن كبار مثلا النبلاء هتلاقي عندهم مقابر عاديه جدا اللي احنا شفناها في الدوله الحديثه. والفرق بينهم ان مقابر الملوك في الدوله الحديثه كان يتم الوصول اليها بسرداب، وبالتالي المصري القديم ادرك عمليات نهب اللي حصلت في يعني لما حصلت الثوره الاجتماعيه الاولى في عهد المصريين القدماء. طبعا حصل نهب كبير وانقلبت الاوضاع راسا على عقب في تلك الفترات. في الدوله الحديثه ادرك هذا الامر، لذلك قام بحفر المقابر وعمل المقابر في باطن الجبل، وطبعا بيتم غلقها على الرغم ان في مقابر تعرضت للنهب، وليس ولكن اختلاف مقابر الدوله الحديثه اللي كانت يعني تقريبا بشبه كامل حاجه الملك، يعني مع طبعا لو قلنا طبعا يعني مقبره الملك تutankh امون اللي فيها مثلا اكثر من 5300 قطعه اثريه، ودي اكبر مقبره مكتمله على مستوى العالم لان تم العثور عليها ايضا كامله. ولذلك هنلاقي ان في اختلاف يعني زي ما حضرتك بتقول ما بين مقابر الدوله القديمه اللي عملت الاهرامات والدوله الحديثه اللي عملت المقابر. شكرا لك الدكتور احمد عامر الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات. سيظل هذا العصر في الحقيقه لغز كبير يعني طبعا. لسه بنحل فيه لغايه النهارده، والأهرامات في حد ذاتها لغز اكبر. ده حقيقي.